مستمرين معكم ورح ننتقل إلى مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستمر لليوم الثاني على التوالي فعاليات المعرض الدولي للأعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية كابسات 2024 بنسخته 30. طبعا بيشمل المعرض فعالية انتجريت ميدل إيست المتخصصة بتقنيات السمعية والبصرية الاحترافية والأعلام، طبعا بتعود بنسخته الثانية بعد انطلاقها للمرة الأولى عام 2023. طبعا يستقطب معرض كابسات هذا العام أكثر من 450 شركة عارضة ونحو 18,000 زائر، يشكل بذلك منصة رائدة للتواصل والتطور المهني ومواكبة أحدث التطورات وأيضا التوجهات المتعلقة بهذا القطاع، إلى جانب المجالات التي تركز على المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأيضا جنوب آسيا. مراسل دبي هذا الصباح محمود حمدان من مركز دبي التجاري العالمي. محمود، صباح الخير جرازيلا ومهران، صباح الخير مشاهدينا من هنا من كابسات وانتجريت. المكان فعلا اليوم يعج بخبراء تقنيات الاتصالات، التقنيات المرئية والمسموعة، و دمج هذه التقنيات في جميع القطاعات، القطاع العقاري، قطاع التعليم، في كل قطاع الدعاية والإعلان. ولكن الحديث اليوم يدور بشكل كبير على دمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات البث التلفزيوني وتقنيات التصوير. نتعرف أكثر كيف يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في أو كيف يدخل إلى مهنة مثل عالم البث التلفزيوني، وكيف يمكن أن يساعد أو يساعد. نتعرف أكثر مع بسام الوزني. أهلا وسهلا بك بسام الوزني، يعني لديكم بعض الأمثلة هنا على دمج الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام، لو تعطينا أحد هذه الأمثلة. طبعا إحنا اليوم عم ندمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات البث التلفزيوني، وهذا بيساعد على تطوير عملية البث التلفزيوني وبيساعد على تقليل الأخطاء البشرية. ونقدر نفرجيكم الشيء الجديد اللي عاملينه الآن، هو بيتعلق بتتبع الجسد وتتبع والتعرف على الوجه وتتبع الجسد. كانت بالطريقة التقليدية التحكم بالكاميرات يتم عن طريق مشغل أو الكاميرامان اللي هو تعرف عليه باسم الكاميرامان. الآن صار بيقدر البرزنتر نفسه أو المذيع هو يتحكم في إخراج الشو أو الشيء اللي هو عم بيصوره، زي ما أنتم شايفين عندنا. نعم، يعني من سنوات ونحن يعني نرى الكاميرات الروبوتكس اللي مبنية على روبوت وتتحرك بنفسها. نعم. ما إضافة الذكاء الاصطناعي على هذه الكاميرا؟ الإضافة صارت بموضوع التعرف على الوجه وتتبع الجسد. هذا كان تتبع، يعني إذا ممكن الكاميرا هيثم ترينا كيف يمكن حركة المذيع وكيف تتتبع الكاميرا هذه الحركة. لو نلاحظ الآن معنا المذيع اللي طالع بالصورة، والكاميرا بتقدر تتعرف عليه وبتعطيه اسم معين وبتحطه بكادر معين احنا طبعا بنكون مختارينه. الآن لو يتحرك المذيع هنلاحظ انه الكاميرا بتتحرك لوحدها. هذا كان بيتم عن طريق مشغل روبوتيك كنترولر، والآن صار يتم بطريقة أوتوماتيك، يعني في زوم، في فوكس، كل هالأمور بتتحكم فيها الذكاء الاصطناعي أيضا. طبعا بتتحكم بالحركة، بتتحكم بالزوم والفوكس. بنحاول أنه أي شيء كان مشغل راح يعمله يصير يتم عمله بطريقة تلقائية. أنا شايف الأوتو كيو أيضا اللي هو قارئ النصوص، كيف يمكن أن ندمج الذكاء الاصطناعي فيه؟ بالنسبة لبرنامج قراءة النصوص، هو طبعا تكنولوجيا قديمة ما فيها إشي جديد، غير أنه كمان ضفنا ميزة الـAI أو الذكاء الاصطناعي بالتعرف على النص، بالتعرف على الصوت، وهو بدعم اللغات، اللغة العربية والإنجليزية وأكثر من لغة. هلأ بالطريقة التقليدية النص كان يتحرك أمام المذيع
باستخدام أجهزة أو كنترول مشغل. في مشغل هو بيتحكم بيسرع أو بيبطئ النص. ما الجديد؟ هذا الجهاز. هذه كانت الطريقة التقديمية، كان يكون فيه مشغل. اليوم صارت تتم بطريقة تلقائية، صار المذيع هو مسؤول عن سرعة النص. طيب. باستخدام الذكاء الاصطناعي طبعا بيتم التعرف على صوته، وبناء على سرعة الكلام بيتحرك النص بطريقة تلقائية. لو بنقدر بتحبوا بنقدر نفرجيكم. يلا أعطينا مثال. مثالنا نبدأ بالنشرة. لو تلاحظ أنا هلأ عم بحكي شيء خارج النص، فما عم بتحرك. لو أبدأ أحكي الخامسة مساء بتوقيت غرينتش الأخبار من BBC، 4 قتلى في اشتباكات بين قوات الأمن المتظاهرين في بغداد. لو لاحظنا أنه النص صار بيتحرك من غير أي تدخل بشري. طيب إذا نحاول نسرع، خليني أجرب أنا مثلا. جرب. الجزائر تعرب عن استعدادها لاستضافة حوار لصراع في ليبيا، والسراج يقول للBBC إن حكومته لن تتردد في التعاون مع أي طرف في الدفاع عن النفس. بيصير هو يسرع. طيب نعم. نتكلم ببطء شوي. بعد اجتماع أمني، الرئيس اللبناني يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة وردع أي أعمال تخريبية. ممتاز. يعني الآن هو يبطئ ويتحرك بنفسه. طيب إذا حدث أي خطأ مثلا من المذيع، كيف يمكن أن يتدارك الذكاء الاصطناعي هذا الموضوع؟ طبعا الأخطاء واردة، بس اللي إحنا بنحكيه أنه أنت ما بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بسرعة، لأنه الانتقال لازم يصير تدريجي لحد ما نكسب الثقة بالتكنولوجيا. فالأدوات التقليدية كلها حتكون موجودة، فالمشغل لسه حيكون موجود فترة تدريجية لحد ما المذيع والمخرج وكل المشغلين يكسبوا الثقة من التقنية. شوي شوي بيقدروا يستغنوا عن أي تدخل البشري. بسام شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية، نتمنى لكم التوفيق في كابسات. شكرا. طبعا يعني هذا استخدام الذكاء الاصطناعي يتم توظيفه بشكل يفترض أن يسهل عملنا نحن كبشر، وليس فقط لكي يلغي بعض الوظائف. هذا هو المفروض، وهذا هو الجدل القائم حاليا على استخدامات الذكاء الاصطناعي. ولكن يبقى الأمل في أن تتطور هذه العلوم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصا في مجال الإعلام أو التعليم وغيره. كما نرى هنا تدخل هذه التقنيات في جميع الأنظمة التي تستخدم التقنيات المرئية والمسموعة هنا في كابسات وإنتجريت. عودة إليكم مجددا إلى الاستوديو، زملائي غرازيلا ومهران.